عشت طفولتي في زمن الحرب، كنت أشوف مواقع التواصل الاجتماعي شلون الأطفال برا عايشين بأمان وسلام عكس الأطفال اللي عنا، فهني عيشته كلياتها ما في أبدا سلام. أنا محمد عزيز الأسمر، عمري 13 سنين، من مدينة بنيش شمال غرب سوريا. موهبي هي الحساب الذهني السريع ولعب الشطرنج والتخطيط بالخط الهندسي وتعلم اللغة الإنجليزية، والحمد لله حاليا أنا حافظ الكتاب الله عز وجل. أنا بشعر بالمسؤولية تجاههم وبسعى بأي طريقة إن كان، يعني أحسن إنه خلي هالأطفال يتهنوا بهالعيشة. والحمد لله يعني امبارح ترشحت لجائزة السلام الدولية للطفل، فيعني بريد انه اعمل مركز ليرعى هيك المواهب، و يعني المواهب المدفونة عنا خليه يرعاها ويبرز لها العالم. حكيت باللغة الإنجليزية بما انه هي اللغة المشهورة عالميا، فعملت اكثر من فيديو، مثلا فيديو عن مرة قرروا انه يسكروا المعبر، فعملت فيديو عن شيء انه يمنع هذا الشيء، لانه هذا الشيء بيضر بالاهل اللي عايشين يعني بالاطفال اللي عايشين بالمخيمات. I wish every child who has any talent or ability can express it to reach the whole world. اي انه اي طفل عنده موهبه او عنده قدره يبرز للعالم. أنا عزيز الأسمر، والد للطفل محمد الأسمر اللي ترشح اسمه لجائزة السلام الدولية للطفل. تلقينا هذا الخبر بكثير فرح وسعادة. نحن نعرف أنه هذا المحرر مليء بالطاقات والمواهب، ومن ضمنهم محمد اللي استطاع يوصل صوت الأطفال طبعا باللغة الإنجليزية اللي هي أكثر تداولا في العالم. واثقين كنا من أنه الله أنعم عليه بمواهب وعم بيقدر بوصفه انه بخدمه ثورته وبلده، وان شاء الله حمودي بينجح وبينال هاي الجائزه وبيكون مثال عن هذا الجيل في المحرر يلي هو بيمتلك ثقافه وبيمتلك اخلاقه وحتى بيمتلك انسانيه. وان شاء الله كل المواهب المدفونه يلي مثل محمد بالمحرر تنال نصيبها ويتضوى عليها، وإن شاء الله كل الأطفال بيحققوا أمنياتهم وبيعيشوا بسعادة.